عارفين المشكلة بتبدأ إزاي؟ بس أنت ليه مهند يجيب درجات أحسن منك؟ ركز معايا. ركز معايا، هنلعب كرة شوية ولا حد هيحس بينا. سيبيني بس دلوقتي عشان العربية بجد مبهدلة جدا. خلاص ماشي يا بنتي، أنا 5 دقايق وهبقى عندك. آخر حاجة إحنا اللي كسبانة معايا. يا عم ريح. لا يا عم. ايه يا عم اللي انت بتعمله ده؟ ما الباسكت اهو. كبرين الحوار ليه؟ ما كده كده هما اللي بيلموها. خدي بالك احسن حد من العيال يتعور. هو مفيش حد يجي ينضف الشارع المقرف ده؟ يا ياسين ما تروحش بعيد. ما ترميش زباله في الشارع. كل شيء وحش بدا بفعل صاحبه كان شايفه بسيط لحد ما بقى شايفه مشكله، وهي دي المشكله. ابدا بنفسك، تجمل بالأخلاق.